طبعا هذا الأشخاص مترشحين اللي سميتيهم حطوا الملفات تاعهم امام لجنه الترشيحات اللي كونتها الجمعيه العامه للاتحاد الجزائري لكره القدم. هما كل الاعضاء حط واسمه وليد سعدي حط 16 ملف ومدوار 17 والزياني غيل 18 ملف. وشوف اعضاء اللجنه شافوا يعني الكونسيستانس تاع الملفات واش الوثائق القانونيه اللازمه اللي هي موجوده واللي موجودين حطيناهم بعلم باش كل حال يزيدوا يكملوا الملفات هذا. وفي تدريس كل حال فعلي للملفات غدا ان شاء الله اللجنه كل اعضاء اللجنه ينطلقوا في الدرس بالتدقيق لكل الاعضاء اللي يكونوا المكتب الفيدرالي والرئيس الفيدرالي على رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم ان شاء الله من 21 سبتمبر الى اخر عهده 2025 ان شاء الله. وكاين ثاني زياده على الثلاثه كاين واحد مواطن حط ملف تاعو الشخصي ما عندوش الاعضاء وما كل حال مازال ما درسناش هو نظن ماهوش قانوني هو انسان سيرتان ديف اللي ما عندوش الاعضاء تاعو غير وحده برك. اللجنه تدرس هذا الربعه وترجع القرار تاعها يوم في اواخر اليوم 33 اوت ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.